يا أنسي لا تأخذيني مشان الله لا عم بعيوني ما إيش عشني زعل أنت أكبر قدر على سلامتك أني قدر ما قدر ليش ضل قدر انغسل قدري الليلة ما أعرف شو بدي لك يعني وقفت التاكسي وطلعت فيها وتركتك يعني والله شيء بخجل ما أعرف شو بدي لك لا لا تأكل همي أنا بدبر حالي لا شلون لا أكل همي خليني وصلك بالأول بعدين أنا بروح على بيتي لوين بدك توصلني؟ وين ما بدك بوصلك وبعدين أنا بتيسر لا أنا برأيي تتيسر لأنه مشواري طويل شوي لا لا ويهمك قد ما كان طويل أنا بوصلك وبعدين أنا بمشي وإذا قلت لك إني ما بعرف لوين بدي روح يا ستي بضل ناطرك لحتى تعرفي بعدين شلون ما بتعرفي لوين بدك تروحي؟ لا يعني مو إنه ما بعرف بس أنا الحقيقة مضيعة مفاتيحي عن جد ما تاكل همي أنا بتصرف ما مشكلة فيك تروح إذا بتحب لا لا ما حروح والله ما أحلاني تاركك ورايح شو صار معنا يا باشا؟ روح أنت معلم تيسر الله معك روح بالله شو بتطلع معي وبعدين تنزل وبتلطعني ساعة وبعدين تيسر إيش وأنا شوفير يخلفك أنا؟ لك احترم حالك ولا تكبر بالكلام العمو ما غلظك صحي أرسل له ساعة ما له دقيقة صار أرسل واقف له ساعة روح عمي روح روح لسه بيقول لي روح شو بدي لك يعني احلي احيط يعني شو بدك يعني الا طول بالك لسه ما طبت من اول اكل ولا يهمك ولا يهمك مين يا حاط ولا اي والله لا حاطك يا ابو احب انا عندي خراب بيت